هل يجوز عقد الزواج في رمضان؟ لا بأس، في بعض الناس يعقدون في رمضان فيأتون ببعض المخالفات، فيفتي بعض المفتين بعدم جواز العقد في رمضان بسبب بعض المخالفات التي قد تحدث بعد العقد. لابد أن يكون الصوم لنا جنة، أن ندرب أنفسنا على التقوى، وأن يكون من سبب المعونة لنا في ذلك الصيام.